الحمد لله اليوم قضاؤنا مستقل ومستقل حقيقة وتماما، رغم كثرة الادعاء ورغم كثرة ما يشاع ويقال. المجلس القضائي الفاسد الذي مؤيد من الأحزاب الإيرانية والأمريكية، إن هو غير مستقل ومسيس لأن فوق زيادة مسموح هو عميل إيراني أصلا، عميل إيراني. القاضي العراقي لم يعد ذاك القاضي الذي يؤمر فيطيع، وإنما هو الذي يتصدى لأي مسؤول في أي موقع في الدولة. إحنا ككتل سياسية أكو يقدر واحد يحكي واحد، والقضاء كده نروح نهديده. القضاء بالنسبة لنا مشتركين وياهم، هذا هو يشد لهم ويشدون له. الحمد لله القضاء العراقي بخير، وهذا الوضع الذي نحن راضين عنه نابع من استقلال القضاء بموجب الدستور عن نصف القطعين التشريعية والتنفيذية. هذا هو يشد لهم ويشدون له. القضاء الآن خاضع للأجانب، خاضع لدول الجوار، ما ينتبه للشعب. يسوق أن القضاء مستقل، القضاء غير مستقل للعراق. السبب أنه مرتبط بالبرلمان، يعني حتى اختيار القضاة والموافقة على ترشيحهم يأتي من خلال السلطة السياسية اللي هي المتمثلة بالشرعية اللي بالبرلمان. القضاء المسيس اللي ما نفع الشعب العراقي 20 سنة بس إلهم والأحزابهم.